السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم هي الغاز توربين بلانت. الغاز توربين باور بلانت a generating station which employs gas turbine as the prime mover for the generation of electrical energy is known as gas turbine power plant. In gas turbine power plant, air is used as the working fluid, بما معناه يستخدم الهواء كسائل عمل أو كوقود، بالإضافة طبعا إلى الغاز اللي يشغل المحركات تحريك التوربين الغازي. The air is compressed by the compressor and is led to the compensation chamber where heat is added to air، يعني تضاف الحرارة إلى الهواء. Thus rising its temperature. Heat is added to the compressor air either by burning fuel in the chamber or by the use of air heaters. Thus the rising its temperature. The hot and high pressure air from the compensation chamber من حجرة الاحتراق أو منطقة الاحتراق is then passed to the gas turbine where it's expanded and does the mechanical work، اللي هو هنا احنا نريد نحصل إلى طاقة ميكانيكية. The gas turbine drives the alternator which convert mechanical energy into electrical energy. إذن احنا نستخدم هنا بهاي المحطة الهواء كسائل عمل. الهواء راح ينضغط من خلال الكمبريسر او الضواغط ونقوده الى منطقة هي حجرة الاحتراق. تضاف بحجرة الاحتراق الحرارة الى الهواء، راح ترتفع درجة الحرارة. الحرارة المضافة مع ضغط الهواء تحرق وقود اللي هو بحالتنا الغاز بهاي الحجرة بواسطة أما استخدام air heaters. بعدين الحرارة مع الضغط العالي للهواء في حجرة الاحتراق راح يمرر إلى التوربين الغازي، راح يتمدد هذا الهواء المضغوط الحار اللي احنا مررناه، راح يؤدي إلى عمل ميكانيكي أي طاقة ميكانيكية. الطاقة الميكانيكية راح تشغل التوربين الغازي اللي يقوم بدوره بتشغيل رأس التوليد الالترنيتر، اللي يقوم بدوره بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. يضيف it may be mentioned that compressor, gas turbine and alternator are mounted on the same shaft so that a part of mechanical power of the turbine can be used for the operation of the compressor. Gas turbine power plant are being used as a standby plant for hydroelectric station, as a starting plant for driving auxiliaries in power plant. إذن هي محطة دعم تدمج مع المحطة الكهرومائية وليست محطة أصلية لتوليد الطاقة الكهربائية. هاي نقطة جدا مهمة، يعني المحطات الغازية هي محطات دعم
ليس المحطات الأصلية هي دائما المحطات الحرارية والبخارية والمحطات الكهرومائية. إذن المحطة الغازية هي محطة دعم. جيد. هسه خلينا نشوف فوائد هذه المحطة. Advantages. It is simple in design as compared to steam power station since no boilers and their auxiliaries are required. واضحة. النقطة الثانية. It is much smaller in size as compared to steam power station of the same capacity. واضح. يعني هي حجمها راح يكون أقل إذا قارناها بالمحطة البخارية لنفس السعة. رقم ثلاثة. The initial and operation cost. إذن التكلفة الداخلية وتكلفة العمل are much lower than the equivalent steam power station. إذن من ناحية التكلفة الداخلية وتكلفة العمل هي هاي راح تكون أقل تكلفة من مكافأتها بالمحطة الحرارية. It requires comparatively less water as no condenser is used. طبعا تحتاج ماء أقل على اعتبار أنت ما تستخدم مكثف. The maintenance charge are quite small. تكلفة مات الصيانة أقل. Gas turbine are much simpler in construction. فعلا التوربينات الغازية هي مبسطة من ناحية البناء والعمل مقارنة بالتوربين البخاري أو التوربينات البخارية. النقطة السادسة. It can be started quickly from cold condition. فعلا تقدر تبلش بيها تشتغل وبسرعة يعني تدخل للشغل. There are no standby losses. ماكو خسائر توقف بيها. Disadvantages. Disadvantages يعني المضار أو الأشياء غير المرغوبة. There is a problem for starting the unit. فعلا هاي مشكلة المحطة الغازية دائما أكو مشكلة في تشغيلها. It is because before starting the turbine, the compressor has to be operated. الضغط لازم يكون مشتغل بالمحطة قبل لا تقدر تشغل المحطة أو على مود تشغل المحطة لازم الضغط أو الضواغط هي اللي قدام مشتغلة. From some external sources. However, when the unit started, the external power is not needed. As turbine itself supplies the necessary power to the compressor. ولكن عند اشتغال المحطة هاي الأجزاء الخارجية ما راح تحتاجها بالنسبة للقدرة على اعتبار المحطة اشتغلت وهي راح تشغل الضواغط مالتها. نقطة ثانية. Since greater part of power developed by the turbine it is used in driving the compressor. The net output is low. فعلا هاي المحطة الطاقة اللي تحصلها مالتها قليلة الطاقة الخارجة أو القدرة الخارجة قليلة ومعروفة على اعتبار أنه هاي المحطة جزء من عملها راح يشغل الضواغط مالتها. The overall efficiency of such a plant is low. حوالي 20% يعني الكفاءة الكلية لهيج نوع من المحطات العادة قليل على اعتبار على حوالي 20% بسبب الاكزوز غازز from the turbine contains sufficient heat. بسبب انه الغازات المنبعثة من التوربين هي تحتوي على مستوى حراري عالي. مضار واحدة من المضار الاخرى رقم 4. The temperature of the compensation chamber is quite high. درجة الحرارة حجرة الاحتراق جدا عالية تصل حوالي إلى 3000 فهرنهايت وهي حوالي يعني تقريبا يعني تصل ما قد يكون إلى 6000 درجة سيليزية أو 5000 درجة سيليزية إذا بالسيليزية نحكي. So that its life is comparatively reduced. لذلك عمرها التشغيلي لهاي المحطة قصير بسبب هاي الحرارة المحطة بعد فترة تصبح غير
قابل للعمل أو غير كفؤة. The schematic arrangement of gas power plant. The schematic arrangement of gas power plant مثل ما واضح. الجزء الأول الكمبريسر، الجزء الثاني ريجنريتر، الجزء الثالث الكومبنسيشن تشامبر حجرة الاحتراق، الرابع الغاز توربين التوربين الغازي، الالترنيتر اللي هو المحول أو رأس التوليد، الستارتينج موتور اللي هو هذا مهم اللي الجزء اللي يخلي المحطة تشتغل ويشغل الكمبريسر قبل لا تشتغل المحطة. تلاحظون انه الكمبريسر the compressor used in the plant is generally of rotary type، نوع الكمبريسر نوع الروتري. هذا يقوم بسحب استلام الهواء من المحيط من الجو ضغطه، بس طبعا الهواء قبل لا يطب لازم يطب من خلال فلاتر يتفلتر ويتنظف، فلاتر ضخمة عملاقة، وراها ينكبس من خلال هذه الضواغط أو ينضغط. نقطة ثانية الريجنريتر، الريجنريتر هو مكون يعوض تعويض للحرارة from the exhaust gases of the turbine. هاي الحرارة تنبعث من التوربين الغازي، تنبعث غازات وحرارة، هذه هو راح يعيد توليدها، يعني يسوي لها تدوير. مكون مهم طبعا وقروب. الكومبنسيشن تشامبر غرفة الاحتراق، هاي هي تقوم بها كل العمل اللي هي the air at high pressure، الهواء في ضغط عالي from the compressor من الضواغط أو الضاغط lead to the compensation chamber، وكذلك يجي أيضا من الريجنريتر يعاد تدويره. In the compensation chamber heat is added to the air by burning oil، من خلال حرق النفط. The oil is injected through the burner للحارق into the chamber at high pressure to ensure atomization of oil and it's through mixing with air. واضحة النقطة. حرارة بهاي قلنا توصل إلى حوالي 3000 فهرنهايت، هي هاي كلش حرارة عالية بالدرجة السيليزية، توصل يمكن 6000 درجة سيليزية تقريبا. أي الكومبنسيشن gases are suitably cold to 1300 فهرنهايت to 1500 فهرنهايت and then delivered to the gas turbine، بعدين تتبرد و يعني من نقصها من 3000 تقريبا الى 1500 ونضخها الغاز التوربين التوربين الغازي. الغاز توربين The products of compensation consisting of mixture of gases at high temperature and pressure are passed to the gas turbine. هذا المنتج اللي راح يطلع من منطقة الحرق أو حجرة الاحتراق متكون من مجموعة أو خليط من الغازات درجة حرارتها عالية وضغطها عالي، تمرر المن تمرر إلى زعانف الغاز توربين. The gases is passing over the turbine blades مثل ما قلنا زعانف expanded تتمدد and thus do the mechanical work، وهي اللي تقوم بعملية العمل الميكانيكي، يعني تحرك زعانف التوربين. The temperature of the exhaust gases from the turbine is about 900 فهرنهايت، يعني حوالي تقريبا 2000 درجة سيليزية، درجات حرارة عالية جدا. مثل ما تشوفون هذا رسم المحطة، المحطة هاي واجب رسمها حفظ لجميع الطلبة، مهم جدا. يجي هنا الالترنيتر، الالترنيتر غاز توربين is coupled to alternator رأس التوليد. The alternator convert mechanical energy of the turbine into electrical energy، واضح. الطاقة اللي تطلع الاوتبوت مالت الالترنيتر راح يروح للبصبارات من خلال محولات، ولا احنا نسميها step up transformers. طبعا اكو بالدائرة circuit breakers وعوازل للحماية،
الستارتنج موتور هذا مهم. الستارتنج موتور بيفور ستارتنج ذا توربين كومبريسر هاز تو بي ستارتد. قبل لا يشتغل التوربين وتشتغل المحطة الضاغط أو الضواغط لازم يشتغلن. For this purpose an electrical motor موتور كهربائي is mounted on the same shaft as that of the turbine. يعني على نفس الشفت القاعد عليه التوربين أكو مقابلة يكون موتور كهربائي. The motor is energized the batteries يشحن البطاريات. When the unit started a part of mechanical power of the turbine drives the compressor and there is no need of motor now. من تشتغل المحطة ويتحرك التوربين وتبدي عندنا الطاقة الميكانيكية يطلع هذا الماتور اللي هو ماتور كهربائي يطلع من العمل يعني ينطفي. وهذا يكون خلاصنا من عنده. على العموم هذه المحطة من المحطات اللي لا يمكن الاعتماد عليها كطاقة رئيسية مثل ما قلنا واضح بالكلام. هاي محطة دعم وليست محطة دائمية يمكن الاعتماد عليها بالتوليد بشكل مستمر ومستقر. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. رمضان كريم.